سأريكم اليوم أحد أجمل مسارات السكك الحديدية في ألمانيا. يمتد مسار القطار على طول نهر الراين عبر ولاية راينلاند فالس مروراً بالقلاع القديمة وجبال فيها زراعة عنب وتكوينات صخرية رائعة. الآن إلى القطار. اجلسوا بجوار النافذة على اليسار في اتجاه سير القطار للحصول على أفضل إطلالة. يشكل نهر الراين مسار نقل أوروبي مهم إذ يمر بست دول ويصب في بحر الشمال. يحب السائحون زيارة هذا الجزء من النهر لتعدد القلاع والقرى الخلابة فيه. محطتنا الأولى زانكت جوا حيث نزور لوريلاي. حول هذه الصخرة نسجت أسطورة لوريلاي القديمة التي خلدت في قصيدة الشاعر الألماني هاينريش هاينه، وهي ترمز إلى ما يسمى برومانسية منطقة الراين ومستوحاة من المناظر الطبيعية وحضارة هذا النهر. هنا مطعم يطل على الصخرة حيث سأعرف المزيد عن أسطورة لوريلاي. بحسب الأسطورة كانت لوريلاي عذراء تجلس على صخرة، وكلما مر الملاحون وشاهدوا العذراء الجميلة جذبهم جمالها، فنظروا إليها وما عادوا ينتبهون إلى مجرى النهر الذي يحوي في هذه المنطقة الكثير من النتوءات الصخرية، فكانت مراكبهم تصطدم بها وتنقلب. نشأت الأسطورة لأن هنا أعمق وأضيق نقطة في نهر الراين حيث كانت تقع حوادث كثيرة سابقاً. بعد 20 دقيقة وصلنا إلى بينغن. هنا يمكنكم الاستمتاع بمشهد برج الفئران مويزا توم الشهير. وفقاً للأسطورة قام الحاكم الظالم هاتو الثاني بقمع رعاياه، ولما غضبوا خطرت لهاتو حيلة رهيبة حيث وعد بإعطاء الطعام للجياع إذ تجمعوا في مخزن فارغ للغلال، لكنه بعد ذلك حبسهم بداخله وأضرم النار في المخزن وسخر من ضحاياه بقوله ضاحكاً: هل تسمعون صرير فئران الحنطة الصغيرة؟ عندما عاد إلى قلعته حصرتها الفئران، فهرب إلى برجه في جزيرة الراين، لكن الفئران تبعته عابرة النهر فوصلت إلى الجزيرة وقرضت بوابات البرج ودخلت وافترست الحاكم الظالم حياً. نعم، سبق وأشرت إلى أننا سنتحدث عن حكايات خرافية مهيبة. والآن إلى الجزء الأخير من الرحلة. لا أصدق ما يمكن رؤيته في مثل هذه الرحلة القصيرة. إنها أجمل رحلة قطار قمت بها في ألمانيا على الإطلاق. وصلنا إلى ماينز. ماينز من أقدم المدن في ألمانيا، حيث العديد من المباني ذات الهياكل الخشبية الجميلة. والمميز فيها كاتدرائية ماينز، فهذا الصرح الرائع يعود إلى العصور الوسطى وعمره أكثر من 1000 عام. لكن ربما اشتهرت ماينز بنبيذها أكثر. حانة النبيذ هذه يملكها باس فان كايزن، خبير النبيذ الهولندي. لذيذ. لماذا تشتهر هذه المنطقة بالنبيذ؟ نحن نقع بين منطقتين مهمتين لزراعة العنب. هنا يحدث الكثير، كما يوجد العديد من صغار الكرامين، والنبيذ في كل مكان. الكل هنا يشرب النبيذ، شباباً ومسنين. وهكذا تنتهي رحلتي على طول نهر الراين. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها مثلي.